طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. احنا بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استصاف العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي بامتياز. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. تحدث المفكر والناشط غالب الشابندر في مقطع فيديوي على صفحته على موقع فيسبوك قائلا بأن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي هو ليس رئيسا للوزراء. أضاف غالب الشابندر بأن رئيس الوزراء الفعلي في العراق كما يقول هو أبو جهاد الهاشمي، وأن أبو جهاد الهاشمي تدرب في الاطلاعات الإيرانية. غالب الشامندر أضاف بأن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني هو المشرف على تنصيب عادل عبد المهدي. كما قال غالب الشامندر بأن العراق اليوم لا يحكم نفسه. غالب الشامندر يتحدث في المقطع الذي سوف نشاهده بعد قليل بأن أبو جهاد الهاشمي يفرض على عبد المهدي كل ما تريده إيران كما يقول. وأضاف بأن انفصال عادل عبد المهدي عن تيار عمار الحكيم جاء بسبب الأموال الطائلة والاختلاف عليها. دعونا نتابع المقطع التالي ونعود إليكم. أريد أن أضع النقاط على الحروف بكل دقة وبكل جرأة وليكن ما يكون. عادل عبد المهدي ليس رئيسا للوزراء. رئيس الوزراء الفعلي أبو جهاد الهاشمي، الذي ربي في أحضان الاطلاعات الإيرانية شئنا أم أبينا. منذ أن التحق في بدر، منذ أن أصبح تائبا والحمد لله، وإن عادل عبد المهدي لم يكن سوى حميد بن قحطبة، وأبو جهاد الهاشمي هو السياف، وأما الخليفة الذي أرسل إلى حميد بن قحطبة فهو سليماني. لا أخاف أحدا وقد انتهت الحياة لا قيمة لها. العراق اليوم لا يحكم نفسه. كان هناك شيء من الاستقلالية في زمن حيدر العبادي الذي هو أيضا دمر نفسه بنفسه. إخواني، عندما أقول إن عادل عبد المهدي اليوم مجرد حميد بن قحطبة، وإن أبو جهاد الهاشمي هو السيف المسلط على رقبة عادل، يفرض عليه كل ما تريده إيران،
سواء كان ذلك انطلاقا من إيمان عقائدي وأنا أشك بذلك، أو نتيجة تربية مخابراتية اطلاعاتية وأموال، وأنتم تعرفون كان هو مسؤول الأوضاع المالية في المجلس الأعلى، وكان اتفاقه وكان انفصاله عن عمار الحكيم هي خلافات حول الأموال الطائلة. هذه مقدمة أردت أن أبينها لكم، وأنا على أمل أن أفصل في ذلك في لقاءات مقبلة إن بقي لي عمر في هذه الحياة التي أصبحت لا تساوي شيئاً. كلام واضح وصريح من قبل المفكر والناشط غالب الشابندر، تحدث فيه بصراحة وقال لا أخاف شيء، وتحدث بأنه سوف يضع النقاط على الحروف في هذا المقطع وفي مقاطع أخرى. يقول بأن عادل عبد المهدي ليس الرئيس الفعلي لرئيس الوزراء الفعلي للعراق، وإنما هو أبو جهاد الهاشمي. وأبو جهاد الهاشمي في بداية الحلقة حلقة اليوم في البرومو كان يجلس على يسار هادي العامري، أبو جهاد الهاشمي وهادي العامري وقيس الخزعلي في البرومو اللي أخذناه في بداية الحلقة. اليوم هو يشغل مدير مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. غالب الشامندر يعني أثار كثير من النقاط في هذه أو في هذا المقطع، تحدث بأنه ليس برئيس الوزراء وإنما أبو جهاد الهاشمي الذي عين من قبل إيران والذي تدرب في الاطلاعات الإيرانية، وأن أبو قاسم أو أن قاسم سليماني رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني هو من يعني نصب عادل عبد المهدي، وهو يستلم الأوامر، أي أبو جهاد الهاشم يستلم الأوامر من قاسم سليماني ويفرضها على عادل عبد المهدي كما قال. وكذلك تحدث أن هناك كما تعرفون أعزائي المشاهدين أنه عادل عبد المهدي كان من ضمن المجلس الأعلى، وكان المجلس الأعلى في البداية بقيادة محمد الحكيم، وبعد ذلك جاء عبد العزيز الحكيم ومن ثم عمار الحكيم. قال بأنه انفصل عن تيار عمار الحكيم بسبب الأموال الطائلة، لاختلاف الجماعة اختلفوا على الدخل وترك عمار الحكيم. معنا اتصال محمد من البصرة، تفضل محمد. محمد استمعت إلى المقطع اللي تحدث فيه غالب الشابندر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية إليك وإلى بنات الرافدين وإلى مشاهديها وعامليها وإلى المخرج المحترم. يا هلا بيك، أهلا وسهلا. أستاذ عمر. نعم. أنا طبعا بالنسبة لي بصراحة والله العظيم الكهرباء طافية عندي، جاي أحكي وياك ترى جاي أروع بالله تجاي أحكي وياك. نعم. الكهرباء طافية صار لها يمكن ثلاث ساعات. أعيد لك ما قاله غالب الشابندر محمد. غالب الشابندر تحدث في مقطع فيديوي نشره على الفيسبوك، قال بأن عادل عبد المهدي ليس رئيسا للوزراء وإنما أبو جهاد الهاشمي هو رئيس الحكومة الفعلي، وهو تدرب في الاطلاعات الإيرانية، يستلم أوامره من إيران، يفرض على عادل عبد المهدي كل ما تريده إيران. هذا اللي تحدث فيه غالب الشامندر. نعم، رأيك أستاذ عمر يعني هو غالب الشابندر يعني هو لما يحكي حكي وشنو مكتشف الطماطم والمعجون. نعم. مو هذا الشيء يعني هو مو بالأسفل موجود من يعني من 2003 هي إيران اللي تقود البلد. يعني الحكومة لما تتكلم عن السيادة والسيادة يا سيادة اللي يحكون عنها أي سيادة بالبلد. نعم. إذا أبو جهاد الهاشمي هو اللي يقود العراق، يعني هاي السلطة تتحدث بشرف الوطنية وبشرف الأخلاق، هم بينهم وبين الشرف شرط كبير وكثير ويقدر يمكن حتى بمليون كيلو متر. ما عندهم لا سيادة ولا غير السيادة. بالنسبة للحكومة حكومة عادل زوية زين، قبل يومين ثلاثة يعني فتحوا سفارة في العاصمة بغداد، سفارة البحرينية. لما يجي حزب الله، طبعا هو مو حزب الله، هذا حزب عدو الله، زين، وقدام السفارة يهوسون وشعارات طائفية. زين وين الدولة وين يعني هو هذا عادل زوية؟ يعني ما كان شيء دولي
هو من اللي يحكم العراق؟ يحكم العراق هو الحكومة العراقية، إذا يدعون هم حكومة عراقية، لو الميليشيات اللي يصور وتجور بالبلد هي اللي تحكم. أكيد أبو جهاد الهاشمي هو اللي يحكم داخل العراق. أما بالنسبة لعادل عبد المهدي، هو يعتبر جهة صورية، لا حيل ولا يربط، ما عنده يزيل. هاي شغلة. لما الترامب طبعا قال احنا أجلوا الضربة على إيران، وادعى على أنه هاي الضربة تأثر على 150 عامل داخل المصنع بإيران. زين أنتم من جيتوا للعراق، من العراق صارت نسبة الرعاية دي أكثر من مليون مواطن عراقي راحوا، وصارت أيتام وصارت أرامل وصار ودمرت البنية التحتية. شو ما قلتوا عليهم؟ هي شو ما قلت عليها؟ يعني شنو ذلك بشر؟ يعني إلى متى أنت تضحكون على العالم يا أمريكا يا 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 دونالد ترامب ويا يا يا خامنئي؟ مو أنتوا هم متفقين، هم يقولون متفقين على العرب والإسلام. هذا كله ضحك على الزبون، يضحكون على الناس، بس ماكو فايدة. يعني هي يعني ما أدري، يعني هاي العالم شلون ساكت عليهم وشلون راضي على هذا الوضع اللي مأذين؟ ما أدري، يعني ما أعرف، ما أدري والله. يعني بس الله سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يتقاضى من عندهم. هذا اللي أقدر أقول أستاذ عمر. نعم، أنا أشكرك محمد من البصرة. نعم. كان معنا. نعم، معنا اتصال أبو عمر من الموصل. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، حياك الله يا أهلا بك. استمعت إلى مقطع غالب الشابندر؟ لا والله أستاذ ما سمعت. نعم، يقول بالمقطع، نعيد المقطع عزيز المخرج، نعيد المقطع، مقطع الناشط والمفكر غالب الشابندر الذي تحدث بأن عادل عبد المهدي ليس رئيس الوزراء، وإنما رئيس الوزراء الفعلي هو أبو جهاد الهاشمي. ناخذ المقطع ونرجع لكم، نستمع إلى أبو عمر. أريد أن أضع النقاط على الحروف بكل دقة وبكل جرأة وليكن ما يكون. عادل عبد المهدي ليس رئيسا للوزراء. رئيس الوزراء الفعلي أبو جهاد الهاشمي، الذي ربي في أحضان الاطلاعات الإيرانية شئنا أم أبينا. منذ أن التحق في بدر، منذ أن أصبح تائبا والحمد لله، وإن عادل عبد المهدي لم يكن سوى حميد بن قحطبة، وأبو جهاد الهاشمي هو السياف، وأما الخليفة الذي أرسل إلى حميد بن قحطبة فهو سليماني. لا أخاف أحدا وقد انتهت الحياة، لا قيمة لها. العراق اليوم لا يحكم نفسه، كان هناك شيء من الاستقلالية في زمن حيدر العبادي الذي هو أيضا دمر نفسه بنفسه. إخواني، عندما أقول إن عادل عبد المهدي اليوم مجرد حميد بن قحطبة، وإن أبو جهاد الهاشمي هو السيف المسلط على رقبة عادل، يفرض عليه كل ما تريده إيران، سواء كان ذلك انطلاقا من إيمان عقائدي وأنا أشك بذلك، أو نتيجة تربية مخابراتية اطلاعاتية وأموال، وأنتم تعرفون كان هو مسؤول الأوضاع المالية في المجلس الأعلى، وكان انفصاله عن عمار الحكيم هي خلافات حول الأموال الطائلة. هذه مقدمة أردت أن أبينها لكم، وأنا على أمل أن أفصل في ذلك في لقاءات مقبلة إن بقي لي عمر في هذه الحياة.
التي أصبحت لا تساوي شيئا. أبو عمر، استمعنا إلى حديث غالب الشابندر، تفضل، أريد رأيك وتعليقك. أستاذ يعني ما يحتاج نتعجب على هذا الشيء وهذه، هو أستاذ يعني نحن كلنا نعرف وسنان الموسم نعرف أنه هاي الحكومة بالموسم حاليا كلها إيرانية. كلها إيرانية أستاذ، أنا قبل فترة أتصل عليكم أستاذ، أكو عقيد يداوم بالصلاحية بنهضة الصلاحية اسمه ياسين أحمد العباس، أستاذ حتى النساء يغتصب، هو عقيد هذا. زين أستاذ أقسم بالله، هو ويا اسمه ويا الحكومة جماعة الصدر وما قالت. زين أستاذ يفعل مخيمات، ياخذ النساء والله العظيم يجبرهم على الخروج، والله رجل ما موجود. يعني أستاذ ما يحتاج أن نتعجب على الحكومة. أبو عمر. والله العظيم ياسين العباس. أبو عمر. ياسين أحمد العباس. أبو عمر تسمعني؟ أسمعك أستاذ. فهمني شبيه هذا العقيد او العميد، انا ما افتهمت عليك استاذ. نعم، عقيد ياسين احمد العباس. نعم، شبيه هذا، وين هذا؟ بالموصل؟ اي نعم استاذ. اي نعم، يداوم بالموصل شرطة محلية. نعم استاذ، هذا من ناحية شو اسمه الصلاحية حمام العلي. اي فاستاذ تعال شوف الصوت معاملة ويا نسوان، الله المستعان، حالة يرسلها والله العظيم استاذ. وسع ما تقلوه استاذ 100%، كم يوم يطلعوه هو عرفوا انه عنده فساد، وشاف 60 واحد مدري 90 واحد مقابر جماعيه مسوي استاذ، من صارت على اساس احتلال المنفتح على الحراره والموصل الى حد هاي الساعه. شي يشغل هذا؟ شي يشغل استاذ؟ شي يشغل يا منصب استاذ؟ شرطه محليه، عقيد عقيد. نعم عقيد. ايه، من اهل الموصل هو لو من خارج الموصل؟ هو استاذ صلاحية في ناحية حمام العلي. نعم. فأحد الأحد أحد جماعة الإداوية اعترف لهم على قتل أجد 60 واحد أو ما يقارب 90 واحد، جابهم على المقابر وشوفهم القتل. نعم، وهسا وين هو؟ هسا اعتقلوه أستاذ وحيتوسطون على محافظ صلاح الدين. يعني هو انسجن؟ إي نعم مسجون، بس راح يطلع أستاذ، راح يطلعوه. تمام. محافظ صلاح الدين حيتوسطون. إي. فأستاذ هاي الوضعية يعني الحكومة ما لنا، هاي وضعية الحكومة ما لنا، والله تعبانة أقسم بالله، نحن الواقعين فيها، أنا الموصل الواقع فيها. نعم. والله العظيم أستاذ، فما نتعجل إلى الحكومة الإيرانية أن هاي 100%، نحن ما نستبعد هذا الشيء. إي نعم. الله يعينكم. والله يفرج عن جميع العراقيين. أنا أشكرك أبو عمر من الموصل كان معنا. معنا اتصال أبو طه من فنلندا، تفضل أبو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك سيد العزيز؟ حياك الله يا أهلا بك سيد العزيز. حلقتكم اليوم على مود رئيس الوزراء والشلة مالتهم. رئيس العملاء مو الوزراء. استمعت للمقطع مال غالب الشابندر؟ إيه سمعت. تعرفه أنت أبو جهاد الهاشمي اللي تحدث عنه غالب الشابندر؟ لا والله ما أعرف. ما تعرف، خلينا نشوف صورته عزيز المخرج. المجرمين. خلينا نشوف صورته أبو طه. ده شوف المقطع هسه على الشاشة. أنا عن طريق التليفون ما تعرف. ها خلي شوفوا سادة المشاهدين، قيس الخزعلي هذا العامري وأبو جهاد الهاشمي، هذا اللي أول واحد على يمين الشاشة، هذا هو اللي تحدث عنه غالب الشابندر، ويقول على يقول هو بحسب غالب الشابندر يقول هو هذا رئيس الوزراء الفعلي اللي ياخذ اوامره من ايران ويفرضها على عادل عبد المهدي. تفضل ابو طه. نعم. هو هذا تابع لولايه الفقيه ويؤمر عادل عبد المهدي يخليه مثل الخوش ادمي ينفذ قرارات ايران وقرارات قاسم سليماني وقرارات ولايه الفقيه. اي شيء يصدر بالعراق كله من قبل ايران، العراق ما محكوم، ماكو دوله، اللي حاكمته ايران. فالعراقيين مع الاسف ما ظل الزلم انهم تزيح هزبال طول حيشاف وحيش السامعين وحيش المشاهدين، هزبال اللي موجود في المنطقه الخضراء اللي دمروا وهجروا الناس وقتله واعتقله وكل شيء سوى. نعم ابشع الجرائم سوى، يعني الجرائم اللي هم سووها دولة ما موجودة عهد هتلر بثني أنا بالأربعة وعشرين يعني القرن. نعم ما ترى ما سووا
نعم هتلر زي المجرم هم ما سووا أجرب مني. نعم كل مجرمين عملاء الإيران. الشعب العراقي قاعد ينتظر في مظاهرات رافضي على إيران وطرح القنصلية هاي مال البحرين ما أعرف مال اثنين. أي نعم. وصايرين ما شاء الله اللي يحكمها قاسم سليماني وهذا العافري وقيس الخزعلي وغيره ومقتدى الصدر صارت بيت القلوها العرب ضعف الصوت. نعم أنا أشكرك أبو طه من فنلندا كان معنا. طبعا هذا الحديث حديث غالب الشابندر يقودنا إلى كثير من الأمور حول التحدث عن السيادة والتصريحات المتضاربة. يعني على سبيل المثال أنه اليوم تفاعلت الأنباء التي سربتها وسائل إعلام أمريكية بأن الطائرات المسيرة اللي استهدف مواقع نفطية سعودية في مايو أيار الماضي، الصحيفة الأمريكية تقول انطلقت من العراق، والحكومة شككت بالأمر وطلع طبعا عادل عبد المهدي ونفى هذا الموضوع. صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت قبل يومين يوم الجمعة بأن مسؤولين أمريكيين خلصوا إلى أو استنتجوا بأن الهجوم بطائرات مسيرة على مواقع نفطية سعودية في شهر مايو الماضي كان مصدر العراق وليس اليمن، وأكدوا بأن مصدر الهجوم كان من جنوب العراق في إشارة على الأرجح إلى ميليشيات متواجدة في المنطقة طبعا مدعومة من إيران. وتحدث في وقتها وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز بأنه محطتي لضخ النفط في شرق غرب المملكة العربية السعودية تنقل النفط تعرضت إلى هجوم بطائرات مفخخة من دون طيار، وطبعا الحوثيين في وقتها تبنوا العملية. هذه الأمور تقودنا أنه مثل ما تحدث غالب الشابندر بأنه عادل عبد المهدي صورة وما إلى أي علاقة بالحكم بحسب غالب الشابندر، وأنه أبو جهاد الهاشمي مدير مكتب عادل عبد المهدي هو المتحكم وهو الذي يصدر الأوامر في العراق. وهذا الرجل تدرب، حتى عادل عبد المهدي كان يتدرب وكان مقيم في إيران لفترة طويلة، تدرب في الاطلاعات الإيرانية، وأن قاسم سليماني هو الذي وضع عادل عبد المهدي كرئيس وزراء كصورة، والحاكم الفعلي هو أبو جهاد الهاشمي. نستكمل وياكم أعزائي المشاهدين مواضيع هذه الحلقة بعد هذا الفاصل، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا نريد نتحدث عن ابو جهاد الهاشمي في دقيقه او دقيقتين. يعني بحسب مقالات منشوره على عده صحف ومواقع عراقيه تحدثت بان ابو جهاد الهاشمي عمل من خلف الكواليس سمسارا وصانعا للمحافظين، وقد نجح في تسويق عدد من المجهولين إلى منصب المحافظ عندما كان المجلس الأعلى يمر بفترة انتعاش جماهيري كما جاء في المقال. طبعا المقال هذا الذي نشر على موقع كتابات يقول يحظى الهاشمي الذي بيده الصلاحيات الأوسع في المجلس الأعلى بحكم
كونه المسؤول عن الصفقات التجارية يحظى بنفوذ كبير داخل أروقة المجلس بحكم علاقات الوطيدة بالحج قاسم سليماني، ومع ذلك تجده الانزواء بعيدا عن الإعلام. يقول المقال بأنه بعيد عن الإعلام وعن التصريحات التلفزيونية. يقول المقال بأنه منشغل بتضخيم ثروته التي يديرها ابن زين العابدين المقيم في لندن. يقول انشغل أبو زين العابدين بعد عام 2003 ببناء ثروة مالية كبيرة جدا، ودخل في خلافات مع قيادات المجلس بحكم كون المسؤول المباشر عن الملفات الاقتصادية والتمويل داخل المجلس. يسكن في قصر مصغر له في المنطقة الرئاسية بالجادرية، اشتراه من الأموال اللي عنده. طبعا أبو جهاد مسوق لماجد النصراوي محافظ البصرة السابق اللي نهب المحافظة كنا نتذكر، وهرب إلى إيران ومن ثم إلى أستراليا. على موضوع الأموال والإشراف على الأموال والخلاف على الأموال وسيطرة إيران، يعني ندعم حديث غالب الشابندر في المقطع اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني حسن، وهو يدعى حسن عباسي، يقول في المقطع التالي بأن كل دولار صرفته إيران في العراق وسوريا تستلم مقابل اليوم $1,000. وأضاف بأن إنفاق قاسم سليماني $70 مليون في العراق لطرد داعش كما يقول هذا المبلغ كان مقابل $14 مليار بموجب اتفاقية بين العراق وإيران. يضيف أيضا بأن إيران اليوم تسيطر على المعادن في سوريا لأن الحكومة السورية كما يقول لا تستطيع أن تدفع لنا ثمن ما أنفقناه، ولهذا إيران سوف تبقى تستخرج المعادن في سوريا لمدة 70 سنة، تأخذ 90% من الواردات وتعطي 10% فقط لسوريا. يضيف بأنه عندما تم الاتفاق النووي بين الغرب وإيران في عام 2015 لم تربح إيران مثل ما ربحت في العراق وربحت في سوريا. دعونا نتابع المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونرجع لكم. اگر نروند در سوریه با این پول نجنگن اون پولو نمیدن برای اشتغال، اون پولو میدن به ارتش و سپاه که تو پادگانا تانک بخرن، هواپیما بخرن، توپ بخرن، ناو بخرن، بذارن ببینن که میخواد جنگ بشه. اگر $1 جمهوری اسلامی برده در سوریه و عراق الان داره $1,000 برمیگرده. اگر یک ماه پیش رئیس جمهور رفت توی عراق قرارداد بس $14 میلیارد بابت این بود که قاسم سلیمانی $70 میلیون برد اونجا خرج کرد داعش رو از عراق ریخت بیرون، اگر داعش و قاسم سلیمانی نمیرفت و 8 شعبی بریزه بیرون، امروز دولت ما نمیتونست بره $14 میلیارد قرارداد ببنده. آورده یعنی این $70 میلیون خرج کردی $14 میلیارد قرارداد بست. در سوریه عمده معادنش دست ماست، چون پول خرجی که اونجا کردیم و سوریه نمیتونه بده، سوریه به مدت 60-70 سال معادنش دست ماست، ما استخراج میکنیم 10% میدیم به سوریه، 90% پولش میاد تو ایران. اینه که این که ما بریم با اروپا آمریکا ببندیم $1 هم دست ما رو نگیره، ولی بریم تو سوریه و عراق کار کنیم اینجوری دست ما رو بگیره، این هنره، اینو یادتون باشه. اینا نقطه قوت. نعم، معنا اتصال ابو احمد من الرمال، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أخوي العزيز؟ حياك الله يا أهلا بك. أخوي العزيز، بالنسبة الغالب الشابندر اللي نعم موضوع اللي يتكلم بخصوص حكم العراق، طبعا هو كلام صريح وواضح يعني نعم. بدون ما يحكي غالب الشابندر، احنا نعرف أنه إيراني اللي تحكم العراق من خلال عملائها الموجودين داخل العراق خاصة المنطقة الخضراء، من خلال هذا الشخص اللي هو أتكلم عليه. لكن العراقيين هل أنه يخفى عليهم أنه الحكم من إيران، أم ما يعرفون نايمين لحد الآن؟ لا يعرفون كل الزين. ثانيا يا أخي العزيز، العراق ما تقوم لقائمة ولا يعني ينفتح لباب خير إذا ما تنزال هذه الحكومة الفاسدة اللي تابعة للولي الفقيه في إيران، ولا يعني يخفى عنكم أنتم يعني قناتكم المفضلة في هذه المواضيع، أنه إيران حاليا
بدأت تضغط أكثر من قبل من سابقتها الأولى على الحكومة العراقية لجعل العراق ساحة نعم طائفي للخطف للمخدرات لكل الأمور من هذه الناحية. هاي رأي وهذا أمر. الأمر الثاني أنه العراق داي يتهاون وداي يبتعد عن الساحة العربية، يعني العرب جاي تتقرب أنه للعراق وفتح استثمار وفتح صفحة جديدة أو إرجاع العراق للحضن العربي. دا نشوف الخيانة والرذيلة حشاكم جاي ترجع من يعني للعراقيين ضد العرب، يعني يحبون الحضن الإيراني يفضلون الحضن الإيراني. ما أعرف يعني شنو هذا الموضوع، شنو اللي يترجونه، شنو اللي يريدونه من الحكام الولي الفقيه. أنتوا يعني العراق انهار من 2003 لحد هذا اليوم، ما شاف خير ولا شاف نور ولا راح يشوف نور في ظل هذه الحكومة الفازة المجمدة. أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي، كان معنا اتصال أبو خطاب من بغداد. تفضل أبو خطاب. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أنا أردت بس سؤال أقول لك، إحنا هذا كل مؤسسات حكينا فيها، يعني أنت جئتوا الجيش جئتوا الضباطك اللي جئتوا حتى بزمن صدام، يعني هذا القسم اللي قسمتوه تدافعون عن بغداد، القسم اللي غاسه بدأ غير قسم جديد، وين دوركم أنتوا؟ وين دوركم؟ أنتوا تعتبرون نفسكم جيش والملايين صرفوها والميزات، دوركم وين؟ أنت بتجي ضابط كبير الدولة هذا عادل عبد المهدي والعبادي وغيره الدولة تحية، أنت شنو طرطور؟ ضابط أنت؟ نعم. شنو رأيك أبو خطاب بما قاله غالب الشابندر عن عادل عبد المهدي؟ لا هي واضحة، بس إحنا يعني هي واضحة، بس هو والدي يحكي يعني متندم ما أدري، يعني والدي يحكي يعني شو يعني هو غريب عنه، هو أمره بحليفه هو شنو غريب يعني نعرفه إحنا واضحة. نعم. الفتاوى جاهزة مالتهم والاستهتار موجود يعني وماشي الأمور، والعراق سواء مو دولة عربية سواء متعددة الجنسيات، هاي يمكنك هواي عراقيين ما يدروا بيها. نعم. متعددة الأعراق يعني حتى تصل التضحية. نعم. الثاني هو دا ركز يعني أقول الجيش، أنت الجيش أنت الضابط من تجي وهاي الأوامر كلها تجي قاسم سليماني وغير سليماني، أنت ما عندك كرامة، أنت ضابط، أنت ضابط أنت تمشي بالشارع وتبي عالم كله تحترمه ونافخ صدرك، انت ما عندك كرامة انت، هو هذا اللي بدي احكيه وهذا طول بعد لكم يعني. نعم. اذا شكرا. هو عقائديا تابع له، يعني هو في عقله انه بده ينفذ الشيء الصحيح. يعني والقدامى اللي هسه واصير ثلاث فريق وفريق اول والوية، وين كانوا هذول؟ بس كان يركب ضد السوبر ويبني له بيت ومنا وين كان العاد؟ ما عندك كرامة يعني هامي ودي زوجته وأطفاله باش عقبهم، هذا تاريخ وتاريخ هذا باش عقبهم. أنا أشكرك أبو خطاب من بغداد، كان معنا اتصال علي من كربلاء. تفضل علي. ألو السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم على قناة رافدين غافي. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. العفو استاذ، هذا الموضوع اللي طرقت عليه وطرق عليه استاذ الولد استاذ الخطاب هي هاي مو جديده، يعني مو جديده، هم دولة يعني من السقوط من 2003، انت تدري من السقوط من 2003 كان يعرفهم السياسيين يصفوا ما يخلوه زين يا ابي. اي نعم. الو اسمعك عيني اسمعك عيني. هم دولة يعني هذا تعال من يقود القوات المسلحه، يقود البلد، يعني شنو مؤهلات هذا؟ شلون صار؟ ما ادري شلون زين، يعني ما عرفوا فالطريقه يعني القياديه يقودون بها هالبلد هذا البر الامان زين. ثم هاي القاده والهذا مثل ما تفضل بخطاب، وين نايمين دول جاي يلعبون بالعراق يلعبون بيدعس زين، وناس قامت تنتحر من المجاعه من الجوع ومن الضيم زين، تطلع العالم تراها يطلبوها يصفوها، يعني شنو هالاسلوب هذا؟ شنو همجيه هذول؟ ما ادري جاي يسوون البلد. نعم. زين؟ ما ادري والله بعد يا استاذ غالب الشاب انت حكى الرجال طرق على عدة قنوات، يعني حكى هذا كله صحيح،
حكي صحيح رجال جاي يحكي هذا بس شو الفائدة؟ يعني شنو اللي حكي ما يسمى هاي الشيء؟ ناس جامدة منتهية زين منتهية ما أدري شنو هجموت هذا ما أدري. وتحياتي لك حياك الله أنا أشكرك علي من كربلاء كان معنا. نقرأ بعض رسائل واتساب. يعني نعتذر من المشاهدين الأعزاء أنه نحن لا نستلم اتصالات على الواتساب فقط رسائل. إذا تريد تتصل فالأرقام اللي موجودة تقدر تتصل مباشرة. رسالة من أبو حاتم الموصل يقول السلام عليكم أستاذ عمر، يقول تحية طيبة لك ولكل كادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. يقول العراق اليوم بيد الاحتلال الأمريكي، وأمريكا سلمت العراق لإيران من 2003 ولغاية يومنا هذا. كل هذه الفترة يقول إدارة العراق بيد إيران والميليشيات الإيرانية تحت إشراف الاحتلال الأمريكي. من المعيب تسمية هذه الحكومة العراقية هذه جرثومة الخضراء صنيعة الاحتلال الأمريكي الإيراني وضعها في الخضراء، وانحسبت على العراقيين والشعب العراقي والعراقيين بالمقابل يعني المقاومة الرافضة عليهم لهذه الجرثومة. رسالة أخرى يقول فيها، يقول الحكومات التابعة لجارة السوء إيران هي نوايا خبيثة تتبع جارة السوء في كل شيء تفعله لمصلحتها، كذلك الميليشيات المجرمة تتبع سيدتها في القتل والسلب والنهب والإجرام وكل السيطرة على المقدرات وإدخال المخدرات وغير ذلك كثير. أزمات الثورة ضدهم هي الحل الوحيد للخلاص وإيجاد ثلة خيرة لمنظومة الحكم الوطني ولإعادة الاستقرار للعراق ولمحاسبة المتسببين بدمار البلد والسرقات والفساد المالي والإداري المستشري في العراق. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. إلى حضرتك إلى قناتكم الشريفة وكل العراق الشريف. يا أهلا بيك. أستاذ، هو من إرسال الغزو الأمريكي للعراق هي إيران، أطلقت يد إيران أمريكا في الدول العربية والمنطقة العربية. فعادي إنه عادل عبد المهدي هو شخصية ضعيفة. نتيجة الضغط الإيراني إنه هو اللي طلب إنه يكون هو مدير مكتبة أبو جهاد. وطبعا هذا أبو قيادي في المجلس الأعلى للإسلامي، وهو مخبر كان موجود في حكومة عادل عبد المهدي، هو أحد العرابين في المنطقة وعلى سياسة الدولة العراقية. فالسياسة العراقية أستاذ كلها يعني تصار عن طريق الوكلاء والأجهزة الأمنية الإيرانية في إيران على العراق، وبحيث انه صاغت ايران كل التحالفات اللي موجوده في العراق هي صاغتها بايديها، هي اللي سيطرت على البيت الشيعي وسيطرت على الانتخابات، وهي اللي تقوم بعمليه اختيار الوزراء. وحتى عندنا يعني طبعا بالنسبه للاستاذ بكل يعني انجازات الوزارات للحكومه العراقيه ما لها انجاز، كلها مرتبطه بايران. حتى التجار العراقيين كانوا يتاجرون مع ايران حتى يستخدمون اللغه الايرانيه حتى في التعاملات التجاريه، هسه هذا في الوقت الحاضر. بعدين عندنا سيطره قمه الدينيه على البيت الشيعي والمرجعيه الشيعيه اللي موجوده في النجف وكربلاء، لأن قسم من أعلنت قسم من الوزارات خاصة وزارة الداخلية، وطبعا هذا ولاءها الكبير والمباشر مع إيران في القضاء على كل تصرف ضد إيران أو ضد الحكومة العراقية. بعدين إنه جذبة إيران، جذبة الأكراد البرزاني عندما كان مع أمريكا ومع إسرائيل جذبته إلى الجانب الإيراني، وحتى أعلنت الأكراد أو كردستان أنها تصدر 250 ألف يوميا من برميل النفط، مع العلم أنها هي تقدر 600 ألف. هذا الفرق وين يروح؟ هاي المليارات وين تروح يا شعب العراقي؟ كلها في جيوب الفاسدين الأكراد والعراقية، الحكومة العراقية وإلى حكومة إيران. فهذه أستاذ عندنا يعني عندنا كل سيطرة، ما عندنا إحنا في العراق أو الحكومة العراقية سيطرة على كل، حتى المطارات سيطرة عليها إيران، حتى كل الصناعة كلها يعني سوتها يعني كسرتها
الحديد كله ودتها الى الى ايران. فهذا يعني هذا الشعب ما يشوف هذول اللي كانوا سابق انه هسه يقومون بعمليه النشر هذه الشغلات، ما كانوا يعرفون انه ايران ايش راح تسوي بالبلد، ما راح تقوم بالقضاء على المقاومه العراقيه اللي موجوده قضت عليها، هسه قامت تقضي على المقاومه الشيعيه اللي موجوده في العراق. حال الناس شنو وصلت درجة الحرارة إلى 60 درجة، لا مي لا كهرباء، زين شنو سيطرة إيران؟ إلى متى إذا هذه سيطرة إيران؟ إلى متى إحنا رح نكون ساكتين يا عراقيين؟ إحنا نشوف هذول المرجعيات والنواب. أنا أشكرك أم عبد الله من بغداد، كانت معنا اتصال عماد من السويد. تفضل عماد. حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا الغالي صح؟ حياك الله يا أهلا بيك. إحنا نتشرف نشرف كون يجينا قائد عسكري مثل المرحوم ابو عداي. الو نعم، هسه احنا موضوعنا على غالب الشاهبندر عماد. يا ريت الشاهبندر يمثلنا. شلون الشاهبندر؟ شبيه غالب الشاهبندر؟ انت شفت المقطع عماد؟ انا هسه شليت واتصلت واتصلت. نعم غالب الشاهبندر يقول بأنه عادل عبد المهدي ليس رئيس الوزراء الفعلي للعراق، وإنما هو فعلاً أبو جهاد الهاشمي اللي إلى ارتباطات قوية مع إيران. تفضل. فعلاً إحنا ما عدنا حكومة رمزية بالعراق أغافي عيوني. نعم. عادل عبد المهدي من أذناب إيران. زين يعني يا تريده من أجيب لك يا من رأس الهرم، من رأس الهرم يعني رأس الهرم وكراته. ما عندنا واحد شريف زين لو لا، عندنا قائد شريف راح الى رحمه الله قندرت تشرفهم زين لو لا، عشان اكو ايراني طب للعراق. نعم اكو ايراني كان يطب للعراق، كان يجون زيارات يجون 20 واحد كان بالقنابل الشابع. زين فهسه قام يا اهلي يعني صرنا اجلك الله مثل الغنم يا اهلي في سوقنا، يعني ما عندنا حتى كرامة صراحة بالدول، كرامة صراحة بالعراق ما عندنا احترام، إيران تحكم فينا بكيفها، الكراد يحكمون فينا بكيفهم، زين لا والشعب الله صدام حسين الله يرحمه، يعني حتى الحصة التموينية تبع العراق. نعم. زين لا ما خلى العراق محتاج. أنا أشكرك عماد من السويد كان معنا، اتصال زيد من بغداد، تفضل زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا أشكركم هواية. حياك الله. البرنامج هذا كيف؟ والله يا أستاذ عمر هذولا من الشاهبندر وكلهم هذولا تبقى على احتلال العراق ودماره. مش الجديد هو تاجر الشاهبندر. هم دمرونا من البداية ولا حد الآن، كلهم باتفاقيات كانوا لدمار العراق ودمار البنى التحتية مالته ودمار الشباب، وهذا اللي هسه يمشي ورا قاسم سليماني هذا بالأحمر هذا إيراني صرف، هذا اللي مخلي السارة حمراء على راسه وإيراني صرف، هذا مو عراقي من شكله، ويحكوني بالوطنية والمقاومة والممانعة وهم تبع لإيران. يا أخي شو أحكي لك إحنا معاناتنا، إحنا أحكي لك من الأطراف. نعم أطراف بغداد معاناتنا، يعني والله العظيم يعني أتفه جندي أتفه شرطي يذل أكبر عقال وأكبر رجال بالمنطقة ويسوى الخلفه وما يقدر يسويها. نعم والله يعني معاناتنا معانا يا أخي، من تفوت من يمه لازم تاخذ تحية الله تعبره يا الله يرضى عليك. والله العظيم إحنا أحكي لك يعني هاي عندنا من يا منطقة أنتو زيد؟ سيطر يصلح ولا سيطر من الأطراف ما أقدر أحدد. نعم تمام ماشي. والله عندنا سيطرة يصلح ولا سيطرة الغزالية، هي المعتقل هاي يصلح ولا مناطق أبو غريب الرمادي هاي معتقل ينزل المواطن يا الله يعبر. قبل فترة صارت وياي حالة آني يعني مو أنا أشتغل على باب الله عندي. نعم فويا النسوان رايحات المواجهة المعتصم ايه بالزي الشرعي والعباية والنسوان يعني مخمرات. نعم كان يقول لهم الشرطي تعرف من الفجر ما تعبران الا تكشفن وجوهشن. انا قلت له شنو حبيبي تكشفن وجوهن، انت لا زوجها ولا
ولا أخوها ولا عمها ولا عندك مرة تفتش المكتوبة. يقول لي أنت ما عليك. قلت له لا علي، هاي بذمتي. نعم. حد ما تنزل المكال تروح له، هي بذمتي. نعم. وساعتين هو حاجرني على صفحة. زين ما وياهم نسوان هم حتى تفتش النسوان؟ لا من الفجر، يعني تعرف أنت المواجهة الصيرية الأذان مع الفجر. حتى تلحق على السرع. نعم. تقبلها كلها معاناة معاناة، يعني المرة تفوت يذلوها، الرجال يفوت يذلوها. هم دولة مو حكومة، عصابات، أنا ولا أعترف بهم حكومة ولله الحمد، ولا مرة رايح ومنتخب. نعم. طاني أشكرك زيد. نعم. أشكرك زيد من بغداد، والله يفرج عن جميع العراقيين. نقرأ رسالة الواتساب. آخر رسالة يقول: هناك اتفاقيات بين الأمريكان والفرس على اجتياح الشرق الأوسط مقابل أن يقوم الفرس بحكم العرب وتفتيت وتشتيت الشرق الأوسط مقابل أن يقوم الأمريكان بممارسة مصالحهم وتقسيم مصالح الشرق الأوسط فيما بينهم. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول المقطع الفيديوي الذي تحدث فيه غالب الشابندر بأن عادل عبد المهدي ليس رئيسا للوزراء، ليس الرئيس الفعلي لحكومة العراق، وبأن أبو جهاد الهاشمي هو من يدير الحكومة الآن وبأوامر من إيران. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.